بسم الله الرحمن الرحيم، انا زميلكم عمر حلمي. هنتكلم النهارده عن الايزو انزيم. يعني ايه اصلا ايزو انزيم؟ ايزو انزيم دوت هو مالتيبل فورم من ذا سيم انزيم. طيب ازاي مالتيبل فورم؟ يعني دلوقتي انا ولنفترض ان انا عندي تفاحتين، تفاحه حمراء وتفاحه خضراء. هما الاثنين تفاح بس هما بيختلفوا في التكوين الخارجي. يعني ايه؟ يعني التفاحه الحمراء ديت الغلاف بتاعها احمر، لكن التفاحه الخضراء الغلاف بتاعها اخضر. هما السل في الاخر اسمهم ايه؟ اسمهم تفاح. يعني لو انا حطيتهم في الخلاط كده عملت عصير هيطلع تفاح. دوت برضو الايزو انزيمز. الايزو انزيمز ان انا بيبقى عندي تو انزيمز. التو انزيمز بيعملوا لي نفس الكاتاليتيك رياكشن، يعني لما بحطهم في تفاعل الاثنين بيعملوا نفس التفاعل ولكن مختلفين مثلا في الامينو اسيد، البروتينز اللي بتكونهم والامينو اسيد مختلفين في الكيميكال، في الحاجات الكيميكال اللي هم اللي هي بتبقى مسؤوله عنهم، ومختلفين كمان في الحاجات الفيزيكال. طيب لو جينا مثلا اخذنا مثال عندنا الهيكسوكاينيز والجلوكوكاينيز، الاثنين لما بحطهم في التفاعل بيطلع لي نفس الريزلت، ان انا عندي الجلوكوز. عشان احول الجلوكوز 6 فوسفات لازم استخدم الانزيم اللي هو الهيكسوكاينيز او الجلوكوكاينيز. الاثنين هم ايزومرز لبعض. يعني ايه؟ يعني بيعملوا لي نفس الكاتاليتيك رياكشن بس مختلفين في حاجات. الحاجات اللي هم مختلفين فيها ديت ممكن تكون كيميكال وممكن تكون فيزيكال. ازاي كيميكال؟ كيميكال يعني مثلا المكان اللي بيحصل له فيه، اللي بيحصل لهم منه سينثيسيس. يعني مثلا انا عندي الجلوكوكاينيز دوت بيطلع من الليفر، اما الهيكسوكاينيز ده بيطلع من اذرز تيشو موجوده في البادي. طيب ده مثلا حاجه ايه؟ حاجه كيميكال. طيب ايه حاجات تانية ممكن يختلفوا فيها؟ حاجات فيزيكال. عندي مثلا الهيت ديت من الحاجات برضو اللي هم بيختلفوا. الهيت برضو هي من الحاجات برضو اللي بيختلفوا فيها. يعني مثلا ممكن يكون الهيكسوكاينيز دوت لايبل للهيت او ريزيستنس للهيت. الجلوكوكاينيز ممكن يبقى لايبل للهيت او ريزيستنس للهيت. يعني مش لازم ان الهيكسوكاينيز هيبقى لايبل يبقى دوت هيبقى لايبل، لا هم مختلفين في تاثير الحراره عليهم. كمان عندنا اختلاف تاني ان احنا مثلا اللو كي ام فاليو والهاي كي ام فاليو. يعني ايه لو كي ام فاليو ويعني ايه هاي كي ام فاليو؟ ما انا قلت لك ان هما الاثنين ما بيشتغلوش في نفس الظروف، هما متفقين بس ان هما بيطلعوا لي ريزلت واحده. لكن مثلا انا لو جبت جلوكوز قليل، كميه جلوكوز قليله، هلاقي الهيكسوكاينيز اشتغل عادي خالص. اما لو جبت كميه جلوكوز كبيره هلاقي ان الجلوكوكاينيز بيقول لي سوري لا انا مش هشتغل غير في كميه جلوكوز كبيره. طب هو احنا الكلام دوت بيفيدنا في ايه؟ يعني انا دلوقتي انا طب عرفت ان الهيكسوكاينيز والجلوكوكاينيز دول ايزومرز لبعض. طيب حلو جدا، انا سهلا. ماذا بعد بقى؟ ماذا بعد؟ ان انا لما هشوف الهيكسوكاينيز والجلوكوكاينيز سي مثلا ان انا عندي مرض سبيسيفيك للجلوكوكاينيز، فانا لما اروح اقيس الجلوكوكاينيز ده هيديني ريفرنس على المرض دوت، هيخليني اعرف ان المرض دوت في تشو معين. ليه في تشو معين؟ علشان انا قلت ان الجلوكوكاينيز دوت بيطلع من الليفر ما بيطلعش من حته تانيه، لكن الهيكسوكاينيز بيطلع من اذرز. يعني انا لو روحت مثلا ولقيت ان الهيكسوكاينيز هو اللي عالي والجلوكوكاينيز نسبته طبيعيه نورمال في الدم، فانا هستبعد الليفر. فده الاناليسيز للحاجات ديت هو بيسهل عليا ايه؟ بيسهل عليا الدايجنوزيس. طب انا قلت اعرفهم ان انا عن طريق ان انا اقيسهم. في عندنا طرق كتير علشان نقيس ونعرف الايزومر اللي عندي دوت ايه، او الابنورمال اللي عندي دوت في انهي انزيم او في انهي ايزومر من الانزيم دوت. الحاجات اللي انا بستخدمها علشان اعمل ميجرنج للايزو انزيمز هي الالكتروفوريسيس. طيب ايه قصه وايه حوار الالكتروفوريسيس دوت؟ ان انا بيبقى عندي سلايد، السلايد ديت بيبقى محطوط عليها جل علشان امنع ريزيستنس، وبيبقى عندي طرف فيه كاثود نيجاتيف وطرف فيه انود بوزيتيف. طيب وبيبقى جاي مع الجهاز بتاع الالكتروفوريسيس دوت بيبقى جاي كتالوج. الكتالوج دوت بيقول لي والله ان الهيكسوكاينيز هيتحرك 100 بيس بير ناحيه الانود، وان الجلوكوكاينيز هيتحرك 200 بيس بير ناحيه الانود، وكل ايزو انزيم هو هيتحرك بشكل مختلف عن الايزو انزيم الثاني. يعني دوت بيبقى بعمل ديتكشن للايه؟ للايزو انزيم. طب انت هتقول لي هو ليه بيتحرك ناحيه الانود اصلا؟ عشان الايزو انزيمز ديت اصلا انزيمز. الايزو انزيمز ديت بتتكون من
بروتينز. البروتينز بتتكون من امينو اسيد، والامينو اسيد عليها نيجاتيف تشارج، فبالتالي هتتحرك ناحيه ايه؟ هتتحرك ناحيه الانود. فهي القصه كلها ان انا مثلا بيجي عندي الهيكسوكاينيز ويروح متحرك، ويروح متحرك مثلا من حمض بيس بير، ويجي مثلا الجلوكوكاينيز ويروح متحرك 200 بيس بير. فبالتالي انا كده هعرف ان الايزو انزيم اللي عندي الناحيه دي هو غير الايزو انزيم اللي عندي الناحيه دي، وهعرف ان هو ما دام اتحرك 100 بيس بير يبقى هو دوت كده الهيكسوكاينيز، ما دام اتحرك 200 بيس بير ان هو كده الجلوكوكاينيز. طبعا بلونهم بالوان مختلفه زي اللي في الصوره علشان اعرف ايه، عشان اعرف الايزو انزيم اللي انا حطيته. طيب من اشهر الايزو انزيمز اللي احنا هنتكلم عنهم النهارده هم السي بي كي، الكرياتين فوسفيت كاينيز، والال دي اتش اللي هو اللاكتيت دي هيدروجينيز. اول ايزو انزيم هنتكلم عليه اللي هو السي بي كي او سي كي اللي هو كرياتين فوسفيت كاينيز او الكرياتين كاينيز. احنا عندنا توبكس كده، سبع توبكس هنتكلم عليهم علشان نبقى منظمين بس افكارنا. هنتكلم عليهم في السي بي كي الكرياتين فوسفيت كاينيز، وهنتكلم عليهم برضه في ال دي اتش. هم دول السبع توبكس في التو ايزو انزيمز. هنتكلم عن البيبتايد، هو بيتكون من كام بيبتايد. هنتكلم عن الاسماء بتاعه البيبتايد تشين ديت، ترتيبهم السيكونس بتاعهم بيبقى عامل ازاي، السايت بتاعهم موجودين فين، الكاتاليتيك رياكشن هم اصلا الايزو انزيمز ديت موجوده فين، الديزيزز اللي بتحصل لو حصل انيفيشن في الايزو انزيمز ديت، وساعات ممكن برضو اشوف لو هعمل لهم ميجرنج اعمل لهم ميجرنج ازاي. اول ايزو انزيم معانا هو السي بي كي او السي كي الكرياتين فوسفيت كاينيز او الكرياتين كاينيز. طيب اول حاجه هو بيتكون من كام بيبتايد تشين، هو تو بولي بيبتايد تشين، يعني بيبتايد تشين اسمها بي وبيبتايد تشين اسمها ام. بي ريليتد للبرين وام ريليتد للمسل. طيب ده كده بالنسبه للبيبتايد والنيم، يبقى انا كده عندي تو بولي بيبتايد تشين النيم بتاعهم بي وام. طيب ازاي السيكونس بتاعهم؟ مبدئيا كده انا عندي السيكونس البي ام، دول لو انا جيت ارتبهم تباديل وتوفيق مره هتبقى بي ام، مره هتبقى بي بي، ومره هتبقى ام ام. طيب البي بي اول حرف هنا بي، يبقى هلاقيها في البرين، السايت بتاعها في البرين. الام ام اول حرف هنا ام، هلاقيها في المسل. البي ام ديت لا هي برين ولا هي مسل، فاحنا هنلاقيها فين؟ هنلاقيها في الهارت، هنلاقيها في الهارت. وهسمي دوت سي بي كي 1، وهسمي دوت سي بي كي 2، وهسمي دوت سي بي كي 3. طيب انا هستفيد خلاص، انا عرفت ان السي بي كي دوت عرفت اسمه، عرفت هو منين، هو بيجي منين، اخواته ايه، سي بي كي 1 و2 و3. طيب انا بقى هستفيد من السي بي كي دوت في، يعني انا دلوقتي ربنا خلق لي السي بي كي دوت ليه؟ دلوقتي انا ربنا سبحانه وتعالى خلق لي السي بي كي ليه؟ علشان اعمل استورج للاي تي بي. طب انا هستفيد من ايه من الاستورج للاي تي بي؟ ولنفترض ان انت طالع سلم، السلم ده 9 ادوار، فانت هتيجي بعد الدور التاسع تقول انا تعبت، انا تعبت ديت حاجه اسمها فتيج. ان انا اخزن اي تي بي دوت هيمنع ان الفتيج دوت يحصل، هيمنع ان انت ايه، ان انت تتعب. بدل مثلا ما هتتعب بعد 5 دقايق جاي، لا انا مخزن اي تي بي عندي، فانا كده هتعب بعد ايه، بعد 10 دقايق جاي. طيب انا عندي الليفر، الليفر بيطلع الكرياتين، الكرياتين دوت بيروح الميتوكوندريا، الميتوكوندريا اللي موجوده في اي سيل عاوزه ايه، عاوزه تخزن اي تي بي. طيب الكرياتين بيتفاعل مع الاي تي بي، باخد ذره الفوسفات اللي موجوده هنا بحطها على الكرياتين، فبيتحول اسمه لكرياتين فوسفيت، والاي تي بي بتتحول تبقى اي دي بي. الكلام ده كله بيحصل عن طريق وجود الانزيم اللي هو ايه، اللي هو الكرياتين كاينيز او الكرياتين فوسفيت كاينيز. طيب هو الكرياتين كاينيز دوت ليه رياكشن دوت بس؟ لا، الرياكشن دوت ريفرسبل. يعني ايه؟ يعني انا لو عايز ارجع الكرياتين فوسفيت دوت ان انا اخليها تتفاعل مع الاي دي بي اللي موجوده عندي، واخد ذره الفوسفيت اللي موجوده هنا واحطها على الاي دي بي واحولها تبقى اي تي بي ادينوزين تراي فوسفيت، يبقى انا كده برضه هستخدم برضه الكرياتين كاينيز. يبقى كده انا ليا ان انا بستخدم الكرياتين كاينيز ده في تيشوز مختلفه علشان اخزن الاي تي بي في تيشوز مختلفه، وكمان علشان
شغل مختلف. ان انا الشغل الاولاني ان انا بحول الكرياتين لكرياتين فوسفيت، والشغل الثاني ان انا بعمل ريفرسبل للاكشن دوت ان انا بحول الكرياتين فوسفيت لكرياتين. لو انا عندي فايل من الكرياتين فوسفيت دوت، فانا باخد الفوسفيت اللي عليه وبطلعها بره وبحول الكرياتين دوت لكرياتينين، ودوت بيروح للبلد ومن البلد للكدني ويطلع ايه، ويطلع في اليوم. يبقى كده في اختصار ان انا عندي الكرياتين وديته الميتوكوندريا، تفاعل مع الـ ATP اللي هي اللي هو موجود في الميتوكوندريا، استخدمت الكرياتين فوسفيت كاينيز عشان احول الكرياتين والـ ATP دوت، اخد ذره الفوسفيت احطها على الكرياتين يتحول لي الكرياتين فوسفيت، والـ ATP اتحول لـ ADP. دوت بيحصل في كل التيشوز اللي عاوزه ايه، اللي عاوزه تعمل ستورج للـ ATP، يعني هو بيحافظ على الهوميوستاسيس بتاع الايه، بتاع الـ ATP. طب انا لو عايز اعمل ريفرسبل للكاتاليتيك اكشن دوت، برضه بستخدم نفس الانزيم اللي هو الكرياتين فوسفيت كاينيز، وباخد ذره الفوسفيت الموجوده على الكرياتين فوسفيت واحطها على الاي دي بي، وهيتحول لادينوزين تراي فوسفيت، ويبقى كده انا طلعت ايه، انا طلعت الاي تي بي. طيب انا بستخدم الكلام دوت، احنا قلنا في كل التيشوز، في التيشوز بتاعت الهيرينج والمسل والسكيليتال ماسلز والفوتوريسبتور بتاعه ايه، بتاعت الاي. كده احنا خلصنا البيبتايد، وقلنا ان هو تو بولي بيبتايد تشين، خلصنا النيم، قلنا ان هم اسمهم بي و ام، خلصنا السيكونس بي بي وام بي وام ام، وخلصنا السايت وقلنا كل واحد موجود فين والكاتاليتيك رياكشن. دلوقتي عندنا ايه، عندنا الديزيز، كل ديزيز ريليتد للايه، ريليتد للسايت بتاعه. ما اكيد مثلا مش هيبقى عندي مشكله في البي بي اللي هو اصلا موجود في الدرين، وهتبقى مثلا المشكله في الكدني، لا اكيد هتبقى ايه، اكيد هتبقى المشكله في البرين. فمثلا انا عندي لو لقيت اليفيشن في السي بي كي تايب 1، هلاقي ان انا مثلا عندي برين ديس اوردر، ممكن مثلا برين تيومرز، لو عندي المشكله في البي ام اللي هو السي بي كي تايب 2، فعندي مشكله في الهارت، وبيبقى كومن جدا في الميوكاردال انفراكشن، بيبقى كومن جدا في الايه، في الميوكاردال انفراكشن. تالت حاجه بقى الام ام اللي هو سي بي كي تايب 3 دوت، بيبقى قلنا موجود في المصل، فاكيد الديزيز بتاعه هيبقى ريليتد للمصل. احط بقى اي ايه، اي ديزيز في المصل، زي مثلا المايوسايتس والرابدومايوليسز والمسكول، اي مسل ايه، اي مسل ديس اوردر. كده احنا خلصنا كمان ايه، خلصنا الديزيز. باقي الميجرنج خدناها من شويه، وقلنا ان احنا بنعمل له ميجرنج بالالكتروفوريسيس، وان هو السي بي كي 1 بيتحرك عدد بيز بيرز غير السي بي كي 2 غير السي بي كي 3. طب انا بعرف الكلام ده منين؟ دوت بيجي مع الكتالوج اللي بيجي مع ايه، اللي بيجي مع الجهاز. طيب احنا قلنا ان احنا عندنا السي بي كي او الكرياتين فوسفيت كاينيز لما يزيد، فبالتالي هيبقى ليا ايه، لما يزيد سواء 1 او 2 او 3، هلاقي ايه ان انا عندي ايه مرض، هيدل على مرض معين. طيب في زيادات بتبقى ايه، بتبقى نورمال. طيب توقع كده معايا مين الناس اللي هتبقى الزيادات عندها نورمال. انا قلت لك ان احنا بناخد الاي تي بي، مثلا انت دلوقتي اكلت، فدلوقتي انت مش هتستخدم الاي تي بي ديت، فهتخزنها. طيب مين الناس اللي هتخزن اي تي بي اكتر؟ اكيد الناس اللي هتخزن اي تي بي اكتر هيبقى عندها كرياتين فوسفيت كاينيز اكتر، علشان تكسر ايه، تكسر اي تي بي اكتر. فاي واحد بيحتاج الماسكولار اكتيفيتي بشكل كبير، هتلاقي عنده الكرياتين فوسفيت كاينيز دوت عالي بشكل ايه، بشكل نورمال. يعني هو مش دوت النورمال، ولكن هو عنده، هو هيبقى نورمال، هو عنده، هو مش هيبقى ايه، مش هيبقى عامل له مشكله. طيب اول توبيك معانا اللي هو ايه، المسل ماس. بعد ايه المسل ماس، لما تبقى المسل صغيره كده وثن، اكيد كميه الكرياتين، كميه الاي تي بي اللي هي هتعمل لها ستورج، غير لما يبقى الانسان اثليتيك وبيروح جيم، فهيبقى عاوز كميه اي تي بي كتيره يخزنها، علشان لما يروح الجيم يقدر يشيل الحاجات التقيله. فالناس اللي عندها، الناس اللي هي ثين، هلاقي كميه الكرياتين فوسفيت كاينيز من 30 ل 50 يونت بير لتر. الناس الاثليتيك هلاقي ان كميه السي كي 500 ل 1000 ايه، ل 1000 يونت بير لتر. طيب مين الناس التانية، مين التوبيك التاني اللي هنتكلم عليه، اللي هو ايه، اللي هو الايش. طيب انا عندي النيونيت، عندنا في النيونيت الاطفال الهارت بتاعهم
بيغذيه فايبر او نيرف فايبر اسمه ايه؟ اسمه الباراسمباثيك. وظيفته ايه الباراسمباثيك فينا احنا الناس الادلت؟ ان هو يقلل عدد ضربات ايه؟ يقلل عدد ضربات القلب. طيب هو النيرف فايبر دوت في الناس النيونيت ما بيبقاش ايه؟ ما بيبقاش ويل ديفلوبد. طيب فهو لما مش هيبقى ويل ديفلوبد فبالتالي هتلاقي دايما الناس النيونيت الناس النيونيت عدد ضربات القلب عندهم الهارت بلس هتلاقيها ايه؟ هتلاقيها دايما فوق ال 90 90 100. اما احنا الادلت النورمال بتاعنا من 60 لايه؟ من 60 ل 100. طيب هو كده الهارت بتاعه بيشتغل زياده. طيب لما هو الهارت بتاعه هيشتغل زياده يبقى كده هو محتاج كرياتين فوسفيت كاينيز اكتر علشان يستفيد بالاي تي بي اللي عنده اكتر ويعمل ستورج للاي تي بي. فهتلاقي 5-10% من الكرياتين فوسفيت كاينيز اللي عنده هي اللي هي ايه؟ الكرياتين فوسفيت كاينيز اللي هي البي ام اللي هي موجوده في الهارت. طيب بعد كده الجندر وديت مش انديكيتور قوي جدا يعني لان مثلا ممكن تكون واحده نايمه على السرير طول اليوم واحد بيشتغل ليل ونهار فتلاقي اللي بيشتغل ليل ونهار دوت الكرياتين فوسفيت كاينيز عالي اما اللي نايمه على السرير ديت فايه هو انديكيتور مش قوي يعني. طيب بعد كده عندنا ايه؟ عندنا ايريس. في دول افريقيا هتلاقي ان هم بلادهم كلهم فوق مستوى سطح البحر فالاكسجين قليل فبالتالي الاكسجين اللي قليل الاي تي بي اللي هيطلع عندي قليل. طيب انا عندي مثلا انا دلوقتي لو واحد افريقي فهو بينتج 3 اي تي بي فهو عايز يخزن ال 3 اي تي بي دول كلهم فكده لازم يبقى عنده كرياتين فوسفيت كاينيز عالي. بالمقابل مثلا بالناس الاوروبيين والناس العرب فهم كميه الاكسجين في بلادهم بتبقى ايه؟ بتبقى كويسه فبالتالي الاي تي بي اللي هو بيطلعه انا مش عاوز استخدمه كله مش عاوز اخزنه كله ليه؟ فهتلاقي دايما ان الناس الافريقيين علشان كميه الاكسجين قليله فهتلاقي كميه الكرياتين فوسفيت كاينيز كتيره علشان يقدر يخزن اي تي بي بشكل اكبر لان التريسنج بتاع الاكسجين دوت زي ما تقول كده هو بيستغل كل ذره اكسجين موجوده في موجوده في الهواء علشان يطلع بيها ايه؟ يطلع بيها اي تي بي. وبس كده مفيش غير حاجه كده في الاخر ان هو دلوقتي كل ما زادت الاكتيفيتي كل ما زادت الانتنسيتي بتاعه الاكسرسايز اللي انا بعمله كل ما انا استهلكت كرياتين فوسفيت كاينيز اكتر علشان انت وقت ما انت بتستهلك اي تي بي فانت برضه بتخزن اي تي بي علشان ما انت لما بتعمل كونتراكشن كده وبعد كده تفرد فبرضه الحركه بتاعت الريلاكسيشن ديت بتحتاج اي تي بي فانت الحركتين دول انت محتاج اي تي بي فانت استهلكت اي تي بي وفي نفس الوقت بتخزن اي تي بي فكل ما زاد الاكتيفيتي بتاع الاكسرسايز زاد ايه وزادت الانتنسيتي بتاعته الشراسه بتاعته زاد الاستهلاك او زاد الكرياتين فوسفيت كاينيز. عايز انزيم هنتكلم عليه النهارده اللي هو اللاكتيت دي هيدروجينيز ال دي اتش. طيب برضه هنتكلم عن 7 ايتمز بالتايد نيم سيكونس سايت كاتاليتيك رياكشن والديزيز والميجرنج. اللاكتيت دي هيدروجينيز بيتكون من كام بيبتايد؟ طيب احنا لو حد جه سال يعني ايه بيبتايد؟ البيبتايد دي سيكونس من الامينو اسيد. احنا عارفين ان الانزيم بيتكون من بروتينز البروتينز بتتكون من امينو اسيد ترتيب الامينو اسيد هو اللي بسميه ايه اللي بسميه بولي بيبتايد هو اللي بسميه بولي بيبتايد فهو بيتكون من فور بولي بيبتايد اسمائهم ايه اسمائهم اتش وام. طب انا عندي الاتش والام عاوز ارتبهم في 4 خانات فالاحتمالات اللي عندي هتبقى ايه H H H H H H H M H H M M H M M M M M M M اللي أنا قلتهم دول هم الأيزو إنزيم بتوع اللاكتيت دي هيدروجينيز. يعني إيه؟ يعني ال H H H H ده اللاكتيت دي هيدروجينيز واحد وهكذا 2 3 4 5. طيب ده كده كان البيبتايد والنيم والسيكونس بتاعهم شكله إزاي. هنتكلم دلوقتي عن السايت H related للهارت فهتلاقي الحاجات اللي حواليها كلها في الهارت يعني مثلا هنلاقي في الكدني هنلاقيها موجوده في الهارت هنلاقيها موجوده في الار بي سيز ده لاكتيت هيدروجينيز واحد واثنين. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت احنا قلنا ان احنا بنعمل ميجرنج للايزو انزيمز ديت علشان اشوف فين المشكله اللي عندي المشكله اللي عندي موجوده في انهي تيشو. طب انا لو مفيش ايزو انزيم للاكتيت هيدروجينيز وجيت عملت له ميجرنج وطلع عندي فيه مشكله
فانا دماغي بقى هتروح لهارت وهتروح للبرين وهتروح للسبلين وهتروح لليفر وهتروح لحاجات كتير. لكن لما يبقى ليه ايزو انزيمز وكل ايزو انزيم موقع منهم وعارفين بالظبط هو موجود فين، فاحنا كده هنعرف ايه، هنعرف نحدد او نثبت طريق كده نعمل فيه ايه، نعمل فيه دايجنوزز. هي موجوده في الهارت، طيب يبقى انا، او موجوده في الكدني، يبقى انا اتوقع الامراض اللي هتبقى موجوده عندي وموجوده في الار بي سي، يبقى انا اتوقع الامراض اللي هتبقى موجوده عندي لو لقيت اليفيشن في ال دي اتش 1 او ال دي اتش 2 هتبقى ريليتد للكدني للهارت للار بي سي. ايه ممكن الديزيزز اللي الاقيها عندي؟ اول حاجه الام اي اللي هو المايوكاردال انفراكشن دوت اللي هو الذبحه الصدريه، ممكن الاقي بينا الديزيز. بعد كده الاتش اتش ام ام اللي هو اللاكتيت هيدروجينيز 3، ده مش ام فاحنا ما نقدرش نقول عليه مصل، ومش اتش فاحنا ما نقدرش نقول عليه هارت، فبالتالي هيبقى موجود في البرين. الامراض اللي هتبقى ريليتد ليه هتبقى ريليتد للبرين. طيب ايه الديزيز اللي بلاقيه يحصل له اليفيشن مع اللوكيميا اللي هو ايه، مع الليفيشن بتاع الاكتيد هيدروجينيز 3 اللي هو ايه، اللي هو اللوكيميا. طيب اللوكيميا دوت اللي هو سرطان الدم، ايه دخل اللوكيميا بالبرين؟ اللوكيميا من السيمبتومز بتاعته ان هو بيعمل سايكولوجيكال ديس اوردرز، فبالتالي دوت بيبقى ريليتد للبرين. الاتش ام 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 نمبر 4 اللي هو ال دي اتش نمبر 4 دوت بيبقى ريليتد لللانج والسبلين، فبالتالي البودي ديزيزز هتبقى ريليتد لللانج والسبلين اللي هو ايه، اللي هو البالمونري ام فراكشن. طيب اللاكتيت ده هيدروجينيز 5 اللي هو كله ام، فدوت ام ديت ريليتد للمسل، فهتلاقي كده هنا ايه، مسل وايه وليفر، فهلاقي ليفر وماسكولار ديزيز. هل دول كل الديزيزز اللي بتزيد فيهم اللاكتيت ده هيدروجينيز؟ طبعا ايه، هو اي ديزيز ريليتد للمسل هلاقيه في اللاكتيت ده هيدروجينيز 5، اي ديزيز ريليتد للهارت هلاقيه في 1 و2، اي ديزيز ريليتد للبرين هلاقيه بيعلي نمبر 3. فهو مش دول الديزيز بس، لا ده انا بديك بس مثال على الديزيز اللي ممكن تزيد وقت ايه، وقت اللي ممكن تزود اللاكتيت ده هيدروجينيز بالايزو انزيمز، الايزو انزيمز بتاعته. طيب ايه تاني ممكن يزيد؟ النيوبلاستيك والكارسينوما. النيوبلاستيك والكارسينوما دول عباره عن ابنورمال بروفريشن في السيل بتاعه الايه، السيل بتاعه التيشوز. طيب يعني ايه، يعني ايه الكلام ده كله اللي هو بالبلدي كده اللي هو السرطان، ان هو بيحصل تكاثر ابنورمال في الخلايا، فبالتالي بيحصل ايه، بيحصل اللي هو اللي بنسميه السرطان. طيب احنا كده اخذنا البيبتايد واخدنا النيم واخدنا السيكونس واخدنا ازاي واخدنا الديزيز باقي السايت واخدنا الديزيز باقي الكاتاليتيك رياكشن والميجرنج. طيب انا هتيجي تقول لي طب هو انا اصلا بستخدم اللاكتيت ده هيدروجينيز ليه؟ يعني انا دلوقتي لو لقيته عالي فهو اصلا كان ايه النورمال بتاعه علشان بعد كده لقيته عالي؟ هقول لك ان احنا بنستخدم اللاكتيت ده هيدروجينيز في حاله الانيروبيك كونديشن علشان نطلع اي تي بي. طيب ازاي؟ دلوقتي انا عندي الجلايكوليسيس بالكاتاليتيك رياكشن بتاعها بكل حاجه، ان الجلوكوز وفي الاخر الجلوكوز واحنا طلع لي بايوفيت ومطلع لي ناد اتش، يعني الناتج النت بتاع الجلايكوليسيس بيبقى بايوفيت بلس 2 ناد اتش بلس 2 اي تي بي. طيب انا هاخد البايوفيت والناد اتش دوت، دلوقتي انا هخش في انيروبيك كونديشن. طيب انا انيروبيك كونديشن برضو عاوز اطلع اي تي بي، فهروح مطلع واخد البايوفيت والناد اتش دول اوديهم ايه، هما طبعا موجودين في التيشو اللي هي عاوزه تطلع اي تي بي. طيب هاخد البايوفيت والناد اتش هحط عليهم لاكتيت دهيدروجينيز، طبعا كل تيشو، يعني مثلا لو الحوض دوت في الهارت هنلاقي اللاكتيت دهيدروجينيز اللي هستخدمه نمبر 1، لو في البرين هلاقيه نمبر 3، لو في الليفر او في المسل هلاقيه نمبر 8 نمبر 5. طيب اللاكتيت دهيدروجينيز دوت هيعمل ايه؟ هياخد زاويه الهيدروجين من الناد اتش
بيوديها على البيوريت، هيحول اسمه، هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه لاكتيت. تمام. طيب وهيتحول النات اتش بس من نات بس. طيب الحوض دوت احنا قلنا ان احنا الايزو انزيمز ديت بيبقى بتشتغل في اماكن مختلفه different site of tissues، وديت قلناها وضحناها. طب ازاي different ايه different catalytic reaction؟ دلوقتي هي حولت البايوفيت للاكتيت، هي برضه ريفرسيبل كاتاليتيك ريأكشن، فبتحول برضه اللاكتيت لبايوفيت. احنا قلنا اللاكتيت دوت عباره عن بايوفيت محطوط عليه زاويه هيدروجين، علشان يرجع اللاكتيت يرجع البايوفيت باخد زاويه الهيدروجين ديت بحطها على النات، فهيتحول اسمها يبقى نات اتش، وهيتحول اسمها يبقى نات اتش، واللاكتيت هيتحول يبقى اسمه بايوفيت. الريفرسيبل ميكانيزم بتاعه دوت ايه؟ دوت بتحصل في الكوري سايكل ان ايه الليفر. تمام. يبقى كده الكلام ده كله اللي احنا قلناه، ان انا البايوفيت مع النات اتش اللي طالعين من الجلايكوليسيس بحط عليهم اللاكتيت ده هيدروجينيز، باخد زاويه الهيدروجين احطها على البايوفيت يتحول للاكتيت ونات. عايز ارجع الحوار ده تاني، وهستخدم برضه اللاكتيت ده هيدروجينيز، اللاكتيت هاخد منها زاويه الهيدروجين حطيتها عليها هوديها للنادي بس نات اتش، واللاكتيت هيبقى اسمه ايه؟ بايوفيت. ودوت بيحصل في الكوري سايكل فين؟ في الليفر. يبقى كده احنا عرفنا ايه؟ عرفنا الكاتاليتيك رياكشن. طبعا الفايده من الحوار دوت علشان اطلع اي تي بي في الانيروبيك ايه؟ في الانيروبيك كونديشن. طيب انا الديفرنت ايزو انزيمز اللي بطلعها من ال ال دي اتش اللي هم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ممكن اعمل لهم ميجرنج بالسيلولوز اسيتيت الكتروفوريسيس. السيلولوز اسيتيت الكتروفوريسيس ايه هو السيلولوز اسيتيت الكتروفوريسيس؟ كل اللي عاوزك تعرفه من السيلولوز اسيتيت الكتروفوريسيس دوت ان هو تكنيك، التكنيك ديت علشان بستخدمها علشان اعمل ديفينيشن للديفرنت ايه؟ للديفرنت ايزو انزيمز بتاعت ال ان دي اتش، يعني علشان اعرف اللي قدامي ده ان دي اتش 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا ايه ولا 5. طيب بمناسبة ان احنا جينا في حتة الميجرينج، فبرضو لو استخدمت مثلا الالكتروفوريسيس علشان اعمل ميجرينج، احنا قلنا ان احنا عندنا الالكتروفوريسيس دوت بيبقى سلايد، بيبقى هنا بوزيتيف اللي هو الانود، وهنا نيجاتيف اللي هو الكاثود، وهنا بيبقى عندي باتري، وبحط الايزو انزيمز المختلفه بالالوان مختلفه هنا علشان اعرف الايزو انزيمز اللي طالع دوت ايه. طيب لو جيت مثلا اقارن بين ال ال دي اتش 1 وال ال دي اتش 5، هلاقي ان ال ال دي اتش 1 هيروح ناحيه الانود بسرعه ايه؟ بسرعه اكبر، وال ال دي اتش 5 هيروح ناحيه الانود بسرعه ايه؟ بسرعه اقل. ودوت بسبب ايه؟ ودوت قلنا بسبب الامينو اسيد اللي موجوده فيهم. فهنلاقي ان اللاكتيت دي هيدروجينيز 1 فيه اسبارتيك اسيد والجلوتاميك اسيد اكتر من ال LDH5. طيب اشمعنى الامينو اسيدز ديت هتخليه يروح ناحيه الانود بشكل اسرع؟ علشان الامينو اسيدز ديت عليها نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف تشارج. فبالتالي دول لما هيبقى كميتهم اكتر هينجذبوا ناحيه القطب المخالف ليهم بشكل ايه؟ بشكل اسرع. دوت كده الميجرنج. لو جيت اخدت في الميجرنج ديت، طبعا الارقام ديت حفظه اصلا بتبقى موجوده انديكيتور في التحليل، السيروم من 100 ل 200، في السريبرو سباينال فلويد هلاقيه من 7 ل 30، وفي اليورين هلاقيه من 40 ل 100 يونت بيرجت. ايه هو السريبرو سباينال فلويد دوت؟ السريبرو سباينال فلويد دوت الماده اللي موجوده بين خلايا المخ. طيب ودوت بسحبه منين؟ بسحبه من العمود الفقري، من الفيرتيبرال كول. طيب وفي اليورين باخده من بعرفه في اليورين ليه؟ علشان ايه؟ علشان بشوف الكدني شغاله مش شغاله،
بشوف حالة الكدني. يعني أي تحليل يورين دايما هتلاقيه مرتبط إيه، مرتبط معظمه بالكدني، والسيروم اللي هو إيه، اللي هو الدم. بس كده أظن إن إحنا غطينا كل التفاصيل اللي في المحاضرة. أخدنا السي بي كي والإن دي إتش، وأخدنا الفرق ما بينهم، وقلنا إن إحنا ماشيين على 7 توبكس. 7 توبكس هم دول اللي هيلموا كل إنزيم لوحديه. أخدنا طريقتين للميجرينج، السليلوز أسيتيت إلكتروفوريسيس والإلكتروفوريسيس، وقلنا إن هم دول طرق عشان أعمل إنديكيشن للأيزو إنزيمز. وأخدنا إيه أصلا الأيزو إنزيمز، وقلنا إن هم بيبقوا نفس الحاجة، بيعملوا نفس الكاتاليتيك رياكشن ولكن مختلفين في فيزيكال وكيميكال رياكشن. شكرا ليكم، شكرا على وقتكم، وإن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا. السلام عليكم.